طب خليني اسالك يا سندس، انت جوزك لعيب كوره صح؟ احنا كنا اتكلمنا في الحلقه اللي احنا رحبنا بيكي، انت اهو في ارض الملعب وبتلعبي فعلا سنتر هاف صح؟ مظبوط كده. كلميني عن اخباره ايه كره القدم، الدنيا ايه؟ يعني انت لما جيتي هنا انا بتكلم ان احنا اتقابلنا بعد 3-4 شهور، الدنيا مشيت زي ما انتم متخيلين ولا ايه الوضع؟ لا في الحقيقه تغير، يعني كل شيء تغير. يعني هو من المفروض كان راح يجي وهيلعب هنا كره قدم، بس الحمد لله وجهته اتغيرت خلاص، صار مدرب دلوقتي فعلا والله. هو اصلا كان بيدرب يعني في تونس، بس يعني لانه الدنيا ما ظبطتش معاه، لانه يعني اجى في ريكروتمون في الانتداب، في اخر الانتدابات خلاص، انتدابات خلصت خلاص، الموسم قفل خلاص. بس الحمد لله، يعني هو مش شخص انه ما بيحبش يبقى، ما بيسويش اي حاجه. يعني راح ودور كده. مرة في تونس ولا هنا؟ لا هنا دلوقتي، هنا كمان مدرب. الدنيا اتغيرت خالص اكيد. لو راح تونس انا جاي لك المستقبل، خدي بالك دلوقتي. خلاص يعني، والحمد لله. لا يعني شغل كويس محتمر محترم وكده، وان شاء الله عم يطمح اكتر، وعم ياخد في دورات كتير دلوقتي اصلا. وان شاء الله يعني يكون في، يعني بيقدر يمرن فريق محترم وكده ان شاء الله. بياخد دورات من الاتحاد المصري هنا. مواظب وكل حاجه. طب قولي لي برضو، خلي بالك ده يعني بتبقى حاجه كويسه انه بدا تدريبه في مصر. اكيد. يعني خلي بالك ان مصر برضو يعني على مستوى مصر، تونس، المغرب، الدول الكبيره في شمال افريقيا دي بيبقى السي في كويس. بالطبع. هو اصلا عنده خبره يعني في تونس، درب كمان في تونس، بس الحمد لله راح يكتسب اكثر هنا ان شاء الله. قولي لما جيتي عملتي، يعني بداتي توصلي طبعا الاشقاء التوانسه هنا في مصر اللي موجودين. يعني برضو اكيد يعني في الفن، في الرياضه، في اخواتنا التوانسه، وتواصلتي مع حد؟ بس معروف انه اسامه الجزيري هو هنا اصلا محترف الاهلي. وفي اول واحده تعرفت عليها كانت لاعبه في فرق منافس لنا، تونسيه يعني فعلا. امها تونسيه ومتجوزه مصري هنا، ويعني عمال تحكي معايا تونسي، فرحت قوي. خلاص يعني تعرفت عليها، والحمد لله يعني تونس مليانه التوانسه هنا كتير طبعا. مصر طبعاً. مصر وليكم معزه كبيره جدا جدا يعني. واحنا كمان يعني والله في تونس هنا بامانه ما بحسش ان احنا حتى لما بنروح ان احنا في غربه. بالظبط. والله الحمد لله. رغم ان بعد المسافات بس نحس ان احنا شعب واحد. الحمد لله نفس العادات والتقاليد وكده. ما هو لازم